ما حكم من صلى بعد ما انتهى من صلاته وجد في ملابسه أثر لريح والآخر وجد أثر لجنابة؟ لا أثر يعيد من آخر نومة نامها، يغتسل ويعيد الصلاة من آخر نومة نامها. من آخر نومة نامها. ده فيما يتعلق بأثر أثر لنجاسة. لا أثر نجاسة، تقول أثر ريح، كلام غريب، أثر ريح يعني كلام غريب. أثر الجنابة معروف، أما أثر الريح كيف يتأتى؟ ما استنجاش كويس ثم وجد في ملابسه. لا لا لا، مالكش دخل بأثر أثر النجاسة، ما تدخلش فيها إلا إذا كان واضح، واضح وظاهر يعني. إذا كان واضح يعيد الصلاة؟ إذا كان فيه أثر نجاسة، بس عايز أعرف، لأن مثلا ممكن واحد يهرش في الدبر مثلا، يصفر المكان ممكن، فليس هذا يعني نقض الوضوء كده. وده ما يعيدش لو فرق، لو هرش في الدبر فوجد اثر لهذه النجاسه في ملابسه. هذا الذي يظهر لي والله اعلم، انه اذا هرش والله اعلم يعني. السلام عليكم.